إلى صحيح البخاري، إلى صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة. هنا شوف ترجم ترجمة أخرى ليبين لك أنه لا يشترط في ذلك صلاة مستقلة وأن يذهب إلى الخلاء، بل في صلاة الجمعة له أن يستسقي. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة، قال غير مستقبل القبلة، لأنه لما قال له أدعو الله أن يغيثنا، أو قال أدعو الله هلكة الأموال فأدعو الله أن يسقينا، فقال اللهم أغثنا، رفع يديه وهو مستدبر القبلة، مستقبل الناس، راجيا يخطف في الناس. وزي قول البخاري باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، أورد فيها حديث أنس هنا في هذا الباب ليبين أن المسألة ليست شرطا أن تكون في الخلاء ولا صلاة مستقلة، بل في صلاة الجمعة يمكن الاستسقاء. وروى بسنده عن أنس بن مالك قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة سبت، ما في أحد من كتب الستة اسمه قتيبة إلا قتيبة، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، ومن ثقات الأثبات رواه جماعة، قال حدث عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي أبو عبد الله، نعم، قال ابن معين ليس بي بأس، أنا سيد قال ليس بي بأس أيضا، لكن في الضعفاء قال ليس بالقوي. والحق أن شريك بن عبد الله يخطئ، أبو داود قال ثقة، ابن عدي قال شريك، رجل مشهور من أهل المدينة حدث عنه مالك وغيره، وحديثه هذا كلام ابن عدي، وحديثه إذا روى عنه ثقة فلا بأس برواته إلا نروي عنه ضعيف. ابن حزم اتهمه بالوضع، وصراحة هذا عدم علم من ابن حزم، يعني هذا الراوي شريك اتفق على التخريج له البخاري ومسلم، ولذلك ابن سعد قال كان ثقة كثير الحديث، الساجي قال كان يرى القدر. عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، يعني قطعة من الغيم تظلنا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية. والأكام هي كما قلنا ما ارتفع من الأرض، والضراب أيضا هو الجبل الصغير، وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك هو الرجل الأول، فقال ما أدري. وشرحنا هذا الحديث، لكن فيه أيضا فوائد أخرى كما قلنا، هو إعادة الدعاء ثلاثا، وهذا يحبه الله من العبد، لأن العبد يظهر الفاقة والفقر والاستكانة والضعف والإعواز الشديد لربه جل في علاه. وفيه حسن التوسل بدعاء الآخرين، وهذا متفق عليه، التوسل بدعاء الآخرين وهذا متفق عليه، لا سيما التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تأويل ما قاله الإمام عمر بن الخطاب عندما قال كنا إذا أجدبنا توسلنا برسول الله، يعني بدعاء رسول الله كما يحدث الآن، بدعاء رسول الله قم يا عباس فادعوا. وفيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في السماء من قزعة فجاءت سحابة فأظلتهم وأمطرت أسبوعا، ولما دعا اللهم حوالينا ولا علينا جاءت الشمس وانقطع المطر. هذه معجزة من المعجزات التي تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة، جواز التوسل بدعاء الصالحين. كل أمر إن زاد عن حده يضر. شوف المطر لما تواصل وتتابع كان الضرر به، كذلك الغلو، وكذلك كل أمر يزيد عن حده فيضر. جواز رفع اليد غير مستقبل القبلة
إن دعت الحاجة إلى ذلك. وقد دعت لأنه كان قائما يخطب في الناس فرفع يديه ودعا ربه جل في علا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.